مرحبا. كثير من ألعاب الأطفال الشعبية بسوريا ارتبطت بأغاني. هالأغاني صارت جزء من ثقافتنا الشعبية وتراثنا. تعالوا نتذكر بهي الحلقة بعض الألعاب الشعبية والأغاني المرتبطة فيها. وهي ألعاب خاصة بالفتيات دون الفتيان، ويمكن للأطفال الصغار ممارستها مع شقيقاتهم لما بيطردوهم من ألعاب الصبيان. ومن هي الألعاب: سلوى يا سلوى، ليش عم تبكي؟ بدي رفيقاتي، قومي نقي يلي بدك يا. كلنا منعرف هي اللعبة يلي كانوا يلعبوها البنات وهنن واقفين بدائرة كبيرة، وبالنص في بنت عم بتمثل إنها عم تبكي، وبعد ما يغنوا لها الكلمات اللي حكيناها بتدور على البنات يلي بالدائرة وبتقول حلوة بشعة حلوة بشعة، حتى تختار بنت تاخد دورة. منيجي للعبة العروس واللي بتقول غنيتها: يمسيكن بالخير يا العمال العمالي، بلعتونا بنتكن هالحلوة وهالصبية. هيك ببلش الفريق الأول بالغنية، وبيرد الفريق الثاني يلي بيكون واقف مقابل الفريق الأول: ما منعطيكن ياها إلا بألفومية. برد الفريق الأول: مننزل على درعة ومنكسر بوابة والجامع توابة وهي عروستنا. وبيهجم الفريق الأول على الفريق الثاني وبيخطفوا منهم عروس. طيبوا ألعاب نط الحبل، شو كانوا يغنوا معه؟ كانوا يغنوا: أبيك بيك بيكي، أراح ما يشكيكي، أدمع دمع دمع، أراح ما يتسمع، أبيكي أشكيكي، أدمع أسمع. ومن أكثر أغاني الألعاب الشعبية شهرة هي طاق طاق طاقية، وهي اللعبة مشهورة بعدة بلدان عربية مو بس بسوريا. بيعدوا فيها البنات والولاد على شكل دائرة، وبيقوم ولد من الولاد بيحمل طاقية وبيدور من وراء الولاد القاعدين وبيغني وهو عم بيدور: طاق طاق طاقية، طاقيتين وعلية، رن رن يا جرس، حول وركب على الفارس. وطول ما هو عم بيدور وبيغني لازم ما حدا من الولاد يلتفت ويتطلع عليه، وبخفة إيد بيزت الولد الطاقية ورا واحد من الولاد القاعدين، فإذا حس الولد القاعد بياخد الطاقية على السريع وبيركض وبيحاول يمسك بالولد الأولاني يلي رمى الطاقية، وإذا ما لحقه بده ياخد هو الدور ويلف ورا الولد ويغني طاق طاق طاقية. وكمان من أغاني الأطفال الشعبية المحببة أغاني العيد اللي بيغنوها الأولاد بالمراجيح، واللي أشهرها يا أولاد محارب، وبتقول يا أولاد محارب يويا، شدوا القوالب، قوالب صيني مثل الفليني، علي ما مات خلف بنات، بناته سود مثل القرود، بناته بيض مثل العفاريت. وبيرددوا الولاد بعد كل مقطع يويا. أما لعبة جمال يا جمال فبيصطفوا فيها الولاد ورا القائد تبعهم وبيغني واحد منهم، وهون بيهجم الفريق الثاني من الولاد وبيخطفوا ولاده من وراء، فبيرد الجمال: سيفي تحت راسي ما بسمع كلامك. فبيردوا الكل: دق دق دق. بيجاوب الجمال: مين؟ بيقولوا الولاد: حج اسماعيل. بيلتفت الجمال وبيلاقي ولادهم خطفوا، وبيركض ورا اللي سرقن ليرجعوا له ياهن. وآخر غنية رح نحكي عنها اليوم هي الليرة الضايعة. بيوقفوا كل الولاد مقابل ولد وبيقلن: هون ضايع لي ليرة حمرة. بيردوا: إن شاء الله ما تلاقيها. بيقول: بلاقيها وبلاقيها. بيردوا: إن شاء الله ما تلاقيها. بيقول: بدي أشقش حطباتي. بيجاوبوا: بخاف على ولاداتي. بيقلن: ما باخد إلا المدلل. بيجاوبوا: ما منعطيك إلا الجردون. فبرد عليهم: باخده وبحرق دمه وبخلي المدلل لأمه. وبيركض ورا هالولاد وبيخطف يلي بده إياه. هاي بعض الأغاني الشعبية يلي بترتبط بألعاب الأطفال وبتذكرن بالأيام الحلوة. إذا كنتوا بترددوها وأنتوا صغار هي أو غيرها، لا تنسوا تحكولنا وتشاركونا إياها. وسامحوني على صوتي بهي الأغاني. سلام.